بنقول مع بعض ان انا درس البروبورشن درس مش جديد عليك. يعني ايه درس مش جديد عليا؟ يعني انا هيبقى عندي مور تو ريشيوز. ادي اول حاجه. كلمه ديفيجن مش معناها ان انا هقسم. ديفيجن معناها ان انا هعمل ديستريبيوت. ديستريبيوت لماني، ديستريبيوت لاي حاجه عايز اوزعها. فهنا بيقول لي among three person. توماس لما يقول لي three person انت هتقول له ايه؟ ممكن اعمل تيبل. مش عاوز اعمل تيبل، هل في مشكله؟ لكن عشان انت ما تزعلش هنعمل تيبل. خد بالك معايا. وادي زي ما انت بتقول لي فيرست سكند ثيرد. طيب بعد كده يبقى احنا اتفقنا ده كان النيم. نمبر 2 بتروح تاخد هنا الراجل بيقول لك ذا ريشيو 7 تو 4 تو 2. يبقى حضرتك الراجل ده الريشيو بتاعته 7 السكند 4 الثيرد 2. بعد كده بتسال هل هو مديني الشير بتاع الفيرست او السكند او الثيرد؟ ببتدي اكمل المساله. ذا شير اوف فيرست، ذا شير اوف فيرست، هل اداني نمبر؟ اه 18. بس يا 18 انت بتاعت الفيرست؟ قال لي لا، لان هنبدا نلعب بمجموعه كلمات اولهم كلمه اكسيد. فهنبتدي مع بعض نكرر شويه حاجات اتعلمنا من زمان. ديفرنس، يعني ايه ديفرنس؟ ها؟ ماينس، هعمل سبتراكت. خد بقى عندك شويه كمان. انكريز هعمل ماينس، ديكريز هعمل ماينس. يبقى انا عندي ديفرنس، ديكريز، انكريز، اكسيد، انا هعمل ماينس. طب عندي كلمات ثانيه هتتحل؟ اه، ممكن اقول لك سم، ممكن اقول لك ان، ممكن اقول لك توتال. يبقى ده كده اعمل بلس. يبقى ده اول حاجه كلمه اكسيد انا هعمل ماينس. طب الماينس ده بتوين مين؟ فقال لي الفيرست والسكند. الفيرست اروح راجع حبيبي على الريشيو وهزود هنا الكلمه اللي قال لي عليها اكسيد واروح للريشيو بتاع الفيرست والسكند. هنا كام؟ ها تعال نعمل ماينس. يبقى انا بقى عندي ريشيو جديده جبتها منين؟ من الكلمه اللي بيقول عليها اكسيد. طب اكسيد بتوين مين ومين؟ الفيرست والسكند. اروح جاي هنا 7 ماينس 4 تبقى هنا كام؟ يا 18 انت بقيتي بتاع مين؟ قالت لي انا بتاعت الاكسيد. يبقى هنا هاجي رايت داون اكتب 18. فهنا الراجل ده بقى ميسنج وده كمان ميسنج وده ميسنج. طب ازاي اتاكد ان انا صح؟ تعالى كده بيقول لي ايه؟ فايند ذا شير اوف ايتش اوف ذيم. يبقى انا فعلا كده يا مستر ال 18 دي ما كانتش بتاعت لا الفيرست ولا السكند ولا الثيرد. مجرد ان انت بتكون سواء عملت تيبل او ما عملتش بتبتدي تشوف الحاجات ديت وتقارن هل انا عرفت فعلا الحاجات دي ولا لا. هنكمل بس لحظه. يلا حبيبي اتفضل. احنا دلوقتي هنجيب الشير بتاع الفيرست. اكتب كده الفيرست ايكوال يعني 1 اس تي ايكوال. ايوه اكسلنت. استاذنا ارجع لي ورا سنه. انا عايز اجيب الفيرست. يبقى هناخد يا مستر الريشيو بتاعته واروح هعمل كروس يبقى هنا تايمز وبعدين ديفايد. هكبر الخط. شكرا حبيبي. هات لي كده الانسر. خطك صغير على الاخر. طيب خلاص حبيبي شكرا. يبقى هنقول السكند هناخد الفور تايمز 18 ديفايد 3 ونجيب الانسر باي كالكوليتر. الله ينور عليك 24. شكرا. انقل ولو خلصت قول لي عشان نفكر في المساله الثانيه. معانا هنا بيقول لي there are 980 passenger in a train
number of them in first class to third and second, will second 5 8 and third, find the number of passenger of each class. الاول يا مستر احنا مشينا وجرينا بس انا حبيت اسالك يا 980 انت بتاعت مين؟ ها؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ الله ينور عليك بتاع الصمت. طب انا ما كنتش فاهم للمره الثانيه بقول لك بص كده الراجل بيقول لك ايه؟ فاين ذا نمبر اوف باسنجر اوف ايتش يبقى ال 980 دي مش بتاعت لا الفيرست ولا السكند ولا الثيرد. ادي اول حاجه لازم ابقى عارفها مش يلا بكتب نمبرز وخلاص. هنرجع بقى نشوف كده زميلتكم بدات تشتغل فراحت جايه قايله انا خدت بالي في فيرست وسكند وثيرد فاحنا هنكتب الريشيو البروبورشن فيرست تو سكند تو ثيرد. اتفضلي. جميل. اهو بعدين وكتبت كمان الصم. برافو عليك. ها هناخد اول حاجه التو ثيرد دي بتاعت الفيرست والسكند فانا هكتب تو ثري وهنا الثيرد مش معايا. ده انا هرجعك لدرس اول حاجه في البروبورشن. بعد كده قال لي السكند والثيرد السكند والثيرد 5 تو 8. الله ينور عليك. برافو عليك. انا كل ده ما بلعبش مع الصم. ولو تفتكر دي انت كنت متعود عليها A to B B to C فانا مش لازم اجيبها لك A to B هجيبها لك اهو في وورد بروبلم. يلا نكمل. فاكره بنعمل ايه؟ حلوا بالطريقه اللي تناسبها. هنعمل كروس. واحد تاني بيجيب الثري ويجيب الفايف انت حر. ممكن نوضح له النقطة؟ الارو اللي عاملاه ده معناه ان هي هتعمل تايمز ودول كمان تايمز وهنا برضو تايمز يعني الثري تايمز فايف ورايت داون الثري تايم ايت ورايت داون هنا. برافو عليك. والتو تايمز فايف ورايت داون التو. ابتدي بقى اسال سؤال هل دلوقتي اجي اجيب الصم؟ اقول له استنى استنى. ليه؟ عشان خاطري ما تتسرعش. بص الاول هنا لو ينفع اعمل سمبليفاي هتبقى افضل فبتبسط لك المساله. 10 15 24 ممكن هنا ديفايد 3 لكن مش هتبقى ديفيزابل باي 10. يبقى فكر في السمبليفاي دي نقطه مهمه. هنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ فحد هيسالها انت جبت منين ال 49؟ هقول له مش احنا قلنا صم يبقى احنا هنروح على ال 3 ريشوز ونعمل لهم بلس. دلوقتي يا 980 رايت داون مين؟ هل اكتبها تحت الفيرست ولا السكند ولا الثيرد؟ الله عليك. دي بتاعت الصم فبقي ده ميسنج وده كمان وده كمان يبقى انا فعلا شغال صح لان انت بتقول لي فايند النمبر اوف باسنجر اوف ايتش كلاس ستوب. اعملي لي انت بس الفيرست وحد تاني يطلع يكمل. برافو عليك. برافو عليك يا ناريا مشيتي في المساله كويس خالص وبرافو. اكسلنت شكرا. كيفن اول مره يشرفنا هيجيب لي النمبر اوف باسنجر في السكند فهيبقى 15 تايمز 980 هو مصغر خطه خالص معرفش ليه. الله يسامحك هيدعو عليك اللي بيشوفه. يوزنج كالكوليتر اكسلنت حبيبي برافو. دلوقتي هنجيب الثيرد. برافو عليكي. فهيبقى 24 تايم 980 ديفايد 49. برافو عليك. يلا يا ريت لما نقول ثيرد هنا رايت اب ار دي. ايوه كده عشان ده الثيرد. برافو عليكي. يلا بقى نجيب الانسر. اكسلنت.
إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.